اخواني واهلي يشتكون حر شديد ما يهون، حبه ورا حب العرق ينزل ويدخل في العيون. قلت اشتري لهم مروحه تنفعهم في ليل وضحه، اش قد مساكين يعرقون. صبريت على اليوع والقهر والعيش ويل، لين ما جمعت كم نوط خضر وقالوا لي سيل، وتوكليت سوق المنامه سوق عجيب، تلاقي فيه ما تشتهي بس خرخش المخبه ويب. كل الحفيزات تعشقك ان كان في مخباك الحبيب، وانا في طريقي من دفع وسط السكيك سيده ولاف، شافوني ناس ربعي من ايام المهاف، سألوني وين رديت وقصدي مروحه، قلت باشتري لي بانكتين. نصحوني ليش ما تشتري اي سي سكند هند يا غشيم، البانك هذي موديل قديم. تميت دقايق افتكر ليش انا عايش في عذاب، الحر وخاصه في الظهر يشوي يخلي القلب كباب. قلت يا الربع عزمت اكيد، قالوا لي ها، قلت باشتريه باستغني عن اكلي شهور وبعيش في اجواء القصور. وفي يوم كريه مثل المرض ما تم احد ما شغل الاي سي قليل، حتى البخيل يبتلهم اي سي عظيم ولايتي وزن 2 طن، في تكسي شارط شرط عليه كل ثانية يضرب لي هرن. كان يومي ذاك يوم العمر ما تم احد وسط الفريج، ما تم عدو ما تم صديج، ساعتها ما ياه الخبر اي سي ثقيل تشاقلوه 5 معاي، ويوم وصلوه نص الدري ونوا وقالوا اه واي. قلت يا الربع نزلوه قليل خلونا لحظة نستريح، كان قلبي يرقل مرتعش خايف على الاي سي يطيح. ويوم ركبوه واستن سمعنا صوت لبيب، الله على ذاك البراد شنه من انفاس الحبيب، يوم هب على الحجرة وعلي من فرحتي وقفت خطيب. قلت يا سلام عيشتنا من الحين تمام، يا أهلي فرحوا وضحكوا، يا بيت لكم بنك الشتة، يا بيت لكم برد العيوز، اليوم في عز الصيف إذا جيتكم ما بتمدون لي بوز، ويا حرمة يا أم البنين الله عطاك ما تطلبي، اتمددي وتبردي وتلحفي بالحاف متين، عيشي كأنك فوق جبل لبنان من أهل الاصطياف، ودشي إذا زاد اللزق والحر في حجره جوها حاف، وكلي مثل ما تشتهين فلفل خضر طاسة مرق، خلصينا من شوف العرق كل اللي نبيه تم وصار، ومن يومنا ما بنشوف حرار، اليوم إذا يوش الضيوف شلخي عليهم بالألوف، راويهم الإيسي العظيم وشغلي لهم عبد الحليم، غني لهم لا تسكتين الله عطاك ما تطلبين. وتميت في أهلي أخطب ساعة زمان، كان يوم عجيب مثله أبد مول ما حصل، كان يوم عسل بس ليت دام كم من شهر، الأيسي صدفة يوم خرب ما ندري ليش، كان حر شديد هاجم علينا كنا جيش، تمينا من كثر القهر ما كلنا إلا شوية عيش. قالوا لي أهلي قوموا هات الحين في تكسي إنجينير، الليلة ما نقدر نبات في الحر ولا بنلاقي خير. رحت لي في وسط السوق أحوس، قلت مستحيل اليوم أعود إلا إذا جبت إنجينير، واحد من إخواننا الهنود جبت إنجينير. قلت يا رفيق بعد الله الخير كله فيك، أيسينا مول ما يحترك شغله لنا الله يعطيك، هندينا ما يبي كلام شمر عن يدين القميص وفتشت براغيه من أمام، وقال لي عقب ساعة تعب إيسي سكند هند مو جديد فيه الفلوس كلش حرام. قلت والنتيجة يا رفيق؟ قال كله سكراب وخمام، وجدامي لملم عدته وخذ إجرته وسلم سلام، وتميت أدور في حجرتي وأغني مثلات الحمام، ليلتها نمت فوق السطح أطالع عن يوم الظلام، وآخر الشهر وصلاني بيل سوالي ياثوم في المنام، 10 دنانير كهربة وتميت شهر من غير إدام، وتمينا من غير مروحة وخسرنا الإيسي الهمام. الإيسي يا ناس شي مريح ساعة الظهر ما له مثيل،
الايسي في بلادنا دوه منه يطيب قلب العليل عيب الوحيد يوم الحساب لين ياك بدون ما تدري بيل يهجم عليك بحروف حمر ويكدر الجو الجميل رحمونا يا أهل الكهرباء خلونا نتنفس قليل أبلادنا حلوة في الشتاء بس المصيبة القيض طويل ولو حر صبرنا بس لزق وحر اللزق وايد رزيل ولو عين عذاري قريبة كان رحنا مثل أهل السبيل وكشتنا في ذاك المكان وكلنا بسر تحت النخيل الحر يا ناس أكبر عدو هجموا عليه بكل سلاح الحر يقصر في العمر وساعاته ما فيها صلاح الحر هو ساس البله ما تم أحد منه مصاح الحر يا ناس أكبر عدو هجموا عليه بكل سلاح.